انت شفت بالبداية الاطار كتلة مقاتلة في سبيل يجي السوداني رئيسا للوزراء، لكن سرعان ما بدا الصراع ما بين اطراف الاطار صين وصاد وزيد وعبيد، وهذه الاطراف مو اطراف سهلة. يعني انت المالكي زعلان، والمالكي مو طرف سهل، يعني المالكي رأس الحربة، الكتلة الاهم والعقل المفكر والمدبر بالنسبة لهذا المكون السياسي اللي اسمه الاطار. زين انت من طرف ثاني شيخ قيس، وهذا همينه مو سهل، يعني همينه كتلة نشطة وعدها فاعليتها الخاصة ومرتبطة بالسلاح وبالفصائل وعدها فد نوع من التأثير. وهكذا مثل سيد عمار، يعني هذا انت تتحدث عن أهم توازن عقلاني سياسي داخل هذا المكون السياسي. وهكذا فانت لما يجي واحد مثل محمد الشيعة السوداني، هاي الكتلة الصليبة تبدي تتفكك. ما هي كل ما تتفكك تجي على يمن على جرفة، وعلى جرف الحكومة تبدي تقضمها وتبدي تفككها. ولا تنسى بأنه الأسود الرافدين قاعدينهم، يعني يتربصون الدوائر، أبو هاشم موجود وقاعد مطيهم في التايم لاين، أكو وقت دي باوع لهم، التشرينيين قاعدين يباعون بقية مكونات الشعب. زين ذول المكونات السنة عندهم استحقاقاتهم يردوها وينتظروها، الكرد عندهم استحقاقاتهم يردوها، هذه كلها مسائل معقدة. زين. لذلك انت تشوف انه موضوع الموازنة الاتحادية لحد الان ما مقرر، وهذه فد مسألة كلش مهمة وحساسة ومعقدة. اللقب الذي اطلقته قبل قليل على التيار الصدري كلش عجبني، هذا لقب اسود الرافدين بقيادة السيد ابو هاشم. حلو هاي المناغمة. تعتقد السيد الآن دخل في مرحلة الإحماء والاستعداد للقادم، يراقب بشكل جيد؟ أنا من البداية قلت إنه السيد الصدر سكوته وصمته كلام، يعني هو مو هو راد يفرضون عليه معادلة قوة، تعال مثل 2018 نشكل حكومة، يعني بطريقة التفاهم والتوافق والمحاصصة، وأن يكونوا كتلة واحدة ويا الإطار ويجيبون حكومة مثل حكومة عبد المهدي. هو رفض، رادوا يفرضون عليه بالقوة بالحرب بالصراع بالسلاح بغيرها، فهو قال لهم لا، فرض ما تقدرون تفرضون عليه، أنا أقدر بطريقة الخاصة أغير المعادلة، أخذوا البرلمان أنا مستقيل، وروحوا أنتم احتاروا بالحكومة وشكلوها. طيب. بس خلوا في حساباتكم هذا مو مجانا. أنا قلت لكم لو أنتم شكلوا الحكومة وأنا روح معارضة، لو أنا شكل الحكومة وأنتم روحوا معارضة، ما قبلتوا أن أكون معارضة داخل مجلس النواب، أنا راح أكون معارضة بالشارع. وأنا أعتقد بصراحة أستاذ نجم، السيد الصدر بنية التيار الصدري كقوة جماهيرية في الشارع أشد تأثيرا بكثير جدا من كونه كتلة معارضة داخل البرلمان. زين. كان بمقدورهم أن يسمحوا له يأسس الحكومة ويتحمل مسؤولية تعقيدات هاي المرحلة، ما سمحوا له. كان بمقدورهم يخلوه معارضة تحت قبة البرلمان، هم ما سمحوا له. الآن خلص هو صار حر، ده يتعامل بفروسية.